المملكة المغربية التي انضمت إلى جل اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها تعمل على مواصلة الانضمام إلى باقي الاتفاقيات والبروتوكولات التي تضعها في مصاف الدول الرائدة في مجال حقوق الإنسان، واليوم تتقدم خطوة أخرى بتوقيعها بجنيف على البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل والذي ساهمت في إعداده واعتماده. المملكة المغربية كانت الدولة الوحيدة من بين الدول العربية والإسلامية، كانت ضمن دولتين من دول إفريقيا ممن وقعت على هذا البروتوكول ضمن الدول الرائدة على صعيد ضمان حقوق الإنسان عالميا. وبالطبع فإن هذا البروتوكول يروم توضيح المساطر والأساليب المعتمدة في تقديم البلاغات إزاء الانتهاكات الحقوقية للطفل. من منبر الاجتماع الرفيع المستوى من الدورة 19 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جددت المملكة المغربية التأكيد على تعاونها المستمر والفعال مع كافة الآليات الأممية لحقوق الإنسان، رامية من خلال ذلك تعزير مسار بناء دولة الحق والقانون. وإني أغتنم هذه المناسبة للإعلان عن ترشيح المملكة المغربية لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2014 إلى 2016، وأدعو كل الدول الشقيقة والصديقة لدعم هذا الترشيح. وزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد، وعلى هامش مشاركته في الجزء الرفيع المستوى من الدورة 19 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تم استقباله من طرف رئيسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيدة دوبيلاسير، كما كانت له لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة. وزير العدل